يوم 8 ابريل عام 2024 ميلاديا الموافق 29 رمضان 1445 هجريا ستشهد الارض كسوفا كليا للشمس. ليه الكسوف الكلي للشمس اللي هيحصل الاسبوع القادم ليلة رؤية هلال العيد؟ ليه هو مهم جدا للدرجة دي؟ ده غير ان الفترة اللي فاتت كانت في اخبار كتيرة عن الكسوف اللي هيحصل يوم 8 ابريل، وانه مش هيحصل تاني الا بعد 375 سنة، وانه هيخلي الارض في ظلام دامس لمدة 3 ايام وفي اقاويل اخرى 5 ساعات. وفي اللي بيقول انه اخر رمضان ويوم القيامة مع تزامنه مع اخر ليلة في رمضان، وان دي علامات على اقتراب النهاية. وايه هي الاماكن والدول اللي هتشهد حدث الكسوف الكلي؟ يلا بينا نشوف الادعاءات دي هل هي صح ولا لا من جانب ومنظور علمي، ونعرف ايه هي حقيقة الاشاعات دي، ونعرف سر خطير بيجهزه العلماء لحل لغز من اهم الغاز الشمس اللي استعصى على العلماء حلها لعشرات السنين اللي فاتت، وفرصة الكسوف الكلي فرصة مناسبة للرصد ده. في البداية عزيزي المتابع، خلينا اقولك ان فعلا في كسوف كلي للشمس هيحصل يوم الاثنين المقبل 8 ابريل 2024، والكسوف هيحصل في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وفي بعض المناطق هتشوفه ككسوف جزئي في غرب اوروبا وامريكا الشمالية وشمال امريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي والمحيط الاطلنطي والقارة القطبية الشمالية. وهيكون عرض مسار الكسوف الكلي ما بين 174 الى 196 كيلومتر، يعني هيكون مساحته أكبر من الكسوف اللي حصل في أمريكا سنة 2017، واللي كان عرض مسار الكسوف الكلي فيه ما بين 100 إلى 114 كيلومتر. وهنا خليني أديك معلومات أكتر عن الكسوف وإزاي وليه بيحصل، وهل هو حدث نادر بيحصل مرة كل 375 سنة كما هو مزعوم ولا لا. الكسوف بيحصل لما القمر بيمر بين الأرض والشمس، فبيؤدي ده إلى حجب ضوء الشمس عن الأرض، بحيث ان ظل القمر هيقع على سطح كوكب الارض فيحجب ضوء الشمس في المنطقة دي. طيب ما القمر بيلف في دورة كاملة حوالين الارض تقريبا كل 30 يوم، ليه مش بنشوف الكسوف كل شهر؟ الاجابة على السؤال ده بتقول ان مدار القمر حوالين الارض في مسار محدد، والمسار بيميل بخمس درجات عن مسار الشمس، وبسبب انحراف مسار القمر ده بيجعله اثناء دور الهلال بداية كل شهر بيكون موجود لاما اعلى من مستوى مدار الشمس او اسفل من مستوى مدار الشمس، ومش بيكون امامها مباشرة عشان يقدر يحجب ضوءها عننا ويحصل الكسوف. الكسوف بيحصل لما يكون القمر والشمس والارض كلهم على مستوى واحد وخط مستقيم واحد، وعلشان كده بيحصل تقريبا مرتين سنويا اثناء وجود القمر في نقطتين محددتين بيتقاطع فيها مساره مع مسار الشمس والارض، بحيث يكون الشمس والقمر والارض على خط مستقيم، ووقتها هيقدر يحجب ضوء الشمس سواء بشكل كلي او جزئي لمدة دقائق معدودة. واطول كسوف كلي حصل كان يوم 20 يونيو سنة 1975، واستمر لمدة 7 دقائق و 8 ثواني. وزي ما قلنا في انواع للكسوف الشمسي، الكسوف الجزئي بيحصل لما القمر بيحجب جزء من ضوء الشمس بالنسبه لينا في الارض، بحيث الراصدين من الارض هيبقوا موجودين في منطقه مغطاه بشبه ظل القمر. الكسوف الكلي بيحصل لما بيقع الارض والقمر والشمس على خط مستقيم، وساعتها بيقدر القمر يحجب اشعه الشمس بشكل كلي، والنهار بيتحول لليل، وده ممكن يستمر من ثواني لدقائق معدوده. وبيبدأ النوع ده من الكسوف بكسوف جزئي للشمس، بحيث ان القمر تدريجيا بيغطي قرص الشمس، وبعد مرور فترة قد تصل لساعة من الوقت تقريبا بيغطى قرص الشمس كاملا ويحصل الكسوف الكلي. هتسألني ازاي بيحصل ده والقمر اصغر بكتير من الشمس؟ هو فعلا الشمس اكبر من القمر بحوالي 400 مرة، لكن القمر اقرب بكتير لينا من الشمس، علشان كده بيبقوا هما الاثنين تقريبا بالنسبة لنا في نفس الحجم، علشان كده بيقدر القمر يحجب ضوء الشمس بشكل كلي. الكسوف الحلقي، وده من اسمه بيحجب القمر أشعة الشمس، لكن لأنه مش بيحجبه بشكل كامل، لأنه بيكون في أبعد نقطة في مساره عن الأرض، فمش بيقدر يحجب قرص الشمس بشكل كامل، فبتظهر أشعة الشمس على هيئة حلقة مضيئة حوالين القمر. الكسوف الهجين، وهو أندر أنواع الكسوف، بيمثل حوالي 4% من كسوفات الشمس، وبيبقى عبارة عن كسوف بيجمع بين خصائص الكسوف الحلقي والكلي
في نفس التوقيت. وبتحصل الظاهرة دي لما بيحجب القمر ضوء الشمس في مناطق مختلفة من الأرض، فبعض المناطق بتشوفه ككسوف حلقي والبعض الآخر بيشوفه ككسوف كلي. وآخر مرة حصل فيها كان في 23 أبريل 2023، السنة اللي فاتت، وكانت في نصف الكرة الجنوبي وخاصة غربي أستراليا وجنوب شرقي آسيا. أما بالنسبة للكسوف الكلي اللي حيحصل يوم 8 أبريل 2024، هيستمر حوالي 4 دقايق و28 ثانية، ودي أطول مدة ممكن الناس تشوف فيها الكسوف من أماكن في ولاية تكساس في أمريكا، مش 5 ساعات ولا 3 أيام زي ما هو مزعوم. وكمان متوقع أنه يقدر يشوفه حوالي 35 مليون شخص في المناطق اللي هيحصل فيها الكسوف. طيب هل هو فعلا مش هيحصل تاني غير بعد 375 سنة؟ الحقيقة لأ، لأن زي ما قلنا هو بيحصل على الأقل مرتين كل سنة، وعلى الأكثر 5 مرات في السنة. طب هما جابوا الرقم 375 سنة ده منين؟ الرقم ده هيكون صحيح في حالة الإجابة عن السؤال التالي. أصل الجماعة بتوعة الإشاعات بيحبوا يجيبوا فبركات بس بتعتمد على بعض الحقائق اللي ممكن تلخبط الناس، ويقدر من خلال اللخبطة دي يمرروا الخبر بسهولة وينتشر على إنه علمي وموثوق. امتى بيحصل ان نفس المنطقة من الارض بتقع في نفس مسار الكسوف الكلي؟ الاجابة هتكون فعلا 375 سنة، وده رقم متوسط بالنسبة للارض كلها. وعلشان نفهم النقطة دي هنبين بالمثال التالي. يعني مثلا الكسوف هنا هيحصل في المكسيك وامريكا وكندا وبياخد مسار معين، فالكسوف الكلي اللي اتحرك بمسار معين وضم المناطق دي مش هيحصل تاني بنفس المسار بنفس الدول وبنفس الاتجاه الا مرة كل 375 سنة تقريبا. وده معناه انه عادي ممكن نفس المنطقة تشوف الكسوف تاني سواء كلي او جزئي خلال سنين قليلة، زي كاربونديل في ولاية إلينوي اللي هتشوف الكسوف الكلي التاني ليها خلال 7 سنين بس بعد الكسوف اللي حصل في 21 اغسطس 2017. لكن بتختلف الفرضية دي حسب ما وضح العالم البلجيكي جان ميوس حسب المنطقة اللي بيقع فيها الكسوف سواء في نصف الكرة الشمالي ولا الجنوبي. لو كنت في نصف الكرة الشمالي فالكسوف الكلي هيحصل بنفس المسار ونفس المناطق مرة واحدة كل 330 سنة تقريبا. اما اذا كنت في نصف الكرة الجنوبي فهتبقى مرة واحدة كل 540 سنة. طبعا بنقول مرة واحدة كل 330 سنة، يعني مرة واحدة يحصل الكسوف كليا في نفس المسار وفي نفس المناطق ونفس حركة القمر. اما انه ممكن يحصل خلال سنين مثلا معدودة، عادي يحصل انه هو حصل السنة دي وحيحصل بعد 8 سنين وحيحصل بعد 10 سنين كسوف كلي وهكذا. طبعا انت هتقدر تشوف الكسوف اللي جاي بعد يومين لو انت كنت في المناطق اللي قلنا عليها ستشهد الكسوف الكلي زي امريكا والمكسيك واجزاء من كندا، لكن مش هتقدر تشوفه في مصر والبلاد العربية ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا للأسف. طب خليني اقول لك لو انت في مكان هيحصل فيه كسوف للشمس ايه المراحل اللي هتحصل قدامك وايه الاحتياطات اللازمه اللي تقدر تشاهد بيها الكسوف بامان. اكيد طبعا اول نصيحه ممكن اقدمها ليك انك لا تنظر بشكل مباشر للشمس، لان الضوء المرئي بيبقى محجوب وبتكون الاشعه الضاره للشمس زي الاشعه تحت الحمراء والاشعه فوق البنفسجيه هي اللي بنتعرض ليها، فلازم علشان نقدر نشاهد الكسوف بامان نستخدم نظارات خاصه برؤيه الكسوف مش النظارات الشمسيه العاديه، لان ممكن اذا بصيت بالنظارات العاديه او بعينك بشكل مباشر تصاب شبكيه العين ويحصل تلف في شبكيه العين، وهي جزء حساس بينقل الرؤيه للدماغ، فبالتالي ممكن يؤدي الى فقدانك لنعمه البصر او تغير لون الرؤيه او يحصل تشوه في الرؤيه. علشان كده لازم لو هنشاهد الكسوف يكون عن طريق نظارات مخصصه لرؤيه الكسوف. طيب انا اشتريت النظاره وبتفرج دلوقتي، ايه المراحل اللي هتحصل قدامي؟ طبعا في الاول هتشوف قدامك الشمس المكتمله فول سان، وهيكون لسه القمر ما قربش من قرص الشمس. بعد كده هتبدا المرحله الاولى وهي مرحله الاتصال الاول فيرست كونتاكت، وفيها قرص القمر هيبدا يلامس قرص الشمس. بعد كده هتقدر تشوف مرحله الكسوف الجزئي، واللي فيها بيبدا القمر يحجب جزء من ضوء الشمس. ثم هتيجي مرحله الاتصال الثاني سكند كونتاكت، ودي بتحصل لما بيقرب قرص القمر انه يغطي قرص الشمس بشكل كامل. بعد كده هيجي وقت الذروه وهي مرحله الكسوف الكلي توتاليتي، وفيها القمر بيغطي ضوء الشمس بالكامل وبيتحول النهار لليل لفتره قصيره. ثم هتيجي مرحله الاتصال الثالث ثيرد كونتاكت، وهنا بيبدا ينتهي الكسوف الكلي وتبدا حافه القمر تبعد عن قرص الشمس. بعدها هتحصل مرحله استعاده اشعه الشمس sunlight restored، ثم اخر مرحله وهي الاتصال الرابع force contact، وهي المرحله اللي بينتهي عندها الكسوف الشمسي وفيها حافه القمر هتلمس حافه قرص الشمس بس وهي مبتعده عنها.
والحقيقة انها من اروع الظواهر اللي ممكن تتأملها وتشوفها اثناء حياتك، وكمان بيحصل معاها بعض الظواهر المميزة اللي بتخليها مهمة قوي عند هواة الفلك والعلماء. تعال بقى احكي لك ايه الظواهر اللي ممكن تكون مصاحبة للكسوف الشمسي. اول ظاهرة بنقدر نشوفها وهي سولار كورونا او الهالة الشمسية، وهي هالة بتحيط بالشمس وبتتكون من غازات متوهجة وحرارتها مرتفعة جدا بين 1 مليون إلى 2 مليون درجة مئوية، وبنقدر نشوفها اثناء الكسوف على اكليل او هالة محيطة بقرص الشمس اثناء حجب القمر لضوء الشمس. ولكن ما ينفعش زي ما قلنا نبص مباشرة، ويفضل استخدام تلسكوب مخصص لمشاهدة هذه الظاهرة، والافضل كمان ما نكونش هواة بل دارسين لانها بتشكل خطر كبير جدا على العين. والهالة الشمسية ده لغز محير فعلا من اهم الغاز الشمس، ازاي هي في الطرف الخارجي للشمس وازاي حرارتها اكبر عشرات المرات من حرارة الشمس نفسها، وده لغز حير العلماء فعلا طوال السنين اللي فاتت. وعلشان كده فريق دولي كبير من العلماء هيعمل دراسات ورصد في مدينة دالاس الامريكية بولاية تكساس اللي هيحصل عليها كسوف كلي للشمس خلال اليومين اللي جايين، وهيستخدم العلماء كاميرا CIP مقياس استقطاب التصوير الاكليلي، واللي من خلالها هيقدروا يقيسوا خصائص الكورونا الشمسية ويعرفوا اتجاهات الرياح الشمسية ومكوناتها من الجسيمات المشحونة. كمان ده هيديهم قدرة اكبر على دراسة المجالات المغناطيسية للشمس ويقيسوا الانبعاث الكتلي CME واللي بيحصل دلوقتي في ذروة النشاط الشمسي واللي متوقع انه يزيد السنة اللي جاية 2025. تاني ظاهرة ممكن تشوفها هي على حافة القمر، هتشوفه كأنه مظلل بهلال احمر رقيق جدا، واللي هتشوفه ده عبارة عن الجزء السفلي من الغلاف الشمسي، طبقة اسمها الكروموسفير، وبتبلغ درجة حرارتها حوالي 10,000 درجة مئوية، وبتتميز باللون الأحمر لأنها بتتكون من غاز الهيدروجين اللي بينبعث منه اللون الأحمر البراق ده. وممكن برضو وانت بتشاهد الكسوف تلاقي بعض النقاط الحمراء بشكل منفرد على حافة قرص القمر، ودي عن البرومنسس، وبتبقى كأنها بروزات وهي عبارة عن سحب من الغاز بتبقى ثابتة في مكانها بسبب المجال المغناطيسي للشمس. ممكن كمان نشوف زي خرزات مضيئة حوالين حافة قرص القمر أثناء الكسوف الحلقي أو قبل بداية الكسوف الكلي أو بعده مباشرة، والخرزات دي اتسمت خرزات بيلي بيتس على اسم عالم الفلك الانجليزي فرانسيس بيلي، وهو اول شخص وصفها بعد رؤيته لكسوف حلقي عام 1836. والخرزات دي بسبب وجود بعض الفوهات على سطح القمر، واللي من خلالها بتقدر اجزاء صغيرة من اشعة الشمس تعدي وتتألق. اخر ظاهرة معانا النهاردة هي ظاهرة الخاتم الماسي The Diamond Ring، ودي بنقدر نشوفها قبل الكسوف الكلي او بعده مباشرة، وبيظهر الغلاف الضوئي للشمس زي خاتم كده الماس قبل ما قرص القمر يحجبه بشكل كلي. واحدة من اهم الفوائد للبشرية واللي حصلت اثناء الكسوف الشمسي يوم 29 مايو عام 1919، قدر من خلالها العالم ارثر ايدينجتون انه يثبت صحة النظرية النسبية العامة لأينشتاين، واللي كان وقتها بالمناسبة لسه عالم مغمور، ولكن ارثر كان مقتنع جدا بنظريته وسعى انه يثبتها اثناء الكسوف الشمسي في جزيرة برينسيبي قبالة ساحل الشرقي لافريقيا، ومجموعة اخرى ذهبت الى سوبرال في البرازيل، وخلالها قدروا يثبتوا صحة نظرية اينشتاين عن طريق مشاهدة انحراف الضوء اللي وصل لنا من النجوم عن موقعه الحقيقي خلال الكسوف الشمسي. وسبب ده حسب نظرية النسبية العامة هو ان مسار الضوء بينحرف بتأثير جاذبية الاجسام اللي بتتميز بكتلة كبيرة زي شمسنا، وبنقدر نشوف التأثير ده اثناء الكسوف الشمسي عشان القمر بيحجب ضوء الشمس فبينحرف الشعاع الضوئي اللي جاي من النجوم خلف الشمس والقريبين من حافتها، تظهر النجوم دي في مواقع مختلفة مقارنة بالمواقع اللي بتكون موجودة فيها في الايام العادية. في النهاية مش عايزك تزعل عزيز المشاهد انك مش هتشوف الكسوف في مصر او في اي بلد عربي تاني، لانه هيحصل كسوف كلي في مصر في 2 أغسطس 2027، هيستمر حوالي 6 دقايق و23 ثانية، وهيكون ظاهر اكتر في محافظات قنا والاقصر والبحر الاحمر في جنوب مصر، وبنسبة اقل لباقي محافظات الجمهورية، وهتقدر بعض الدول في الشرق الاوسط تشوفه زي السعودية واليمن وليبيا والجزائر والمغرب، وهيكون اول كسوف كلي تشهده تونس الخضراء في القرن الحالي. طبعا مش كل المناطق في السعودية هتشوف الكسوف، لكن هي المناطق الجنوبية في جيزان ونجران واليمن اكتر في النقاط ديت.
هيكون مركز الكسوف ده او المنطقة اللي هتختفي فيها الشمس كليتا 100% في صحراء مدينة الاقصر جنوب مصر شرق محمية الدبابية اقدم الاثار الجيولوجية لسطح الارض في العالم. فاستعد كويس وما تفوتش عليك الفرصة دي، نتقابل ان شاء الله بعد 3 سنين. وفي النهاية هنصحك دايما انك تبعد عنك تاخد معلومات غلط وغير صحيحة علميا من بعض منشورات السوشيال ميديا، وتدور دايما على المصادر العلمية اللي تعرف منها المعلومات والظواهر الفلكية الصحيحة، وتسأل اهل العلم المتخصصين في هذا المجال، لان في بعض الناس بتنساق وتنشر معلومات خاطئة لغرض نشر الجهل والتهويل وتخويف الناس. ونحاول دايما نفكر في الادعاءات والاشاعات الكاذبة اللي بنسمعها، لأن الفرق بيننا وبين العصور القديمة اللي شهدت هذه الظواهر ودب في قلوبهم الخوف وفكروا إنها نهاية العالم هو عدم وجود العلم وقتها بشكل كافي علشان يفسر الظواهر الطبيعية اللي بيتعرضوا ليها. ياخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ده فيما رواه عبد الله بن عباس وذكره البخاري في صحيحه في قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم يا جماعة الخير، اللايك مهم جدا وبيحفزنا، وابقى اشترك في القناة وفعل زر الجرس، ولو حابب تدعم فريق قناة انفوسفير فزرار القلب موجود تحت واكيد هنقول لك شكرا. وعلى وعد بلقاء جديد ان شاء الله من انفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.